بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فعنوان محاضرة هذا اليوم هو قوله تعالى: هل هن كاشفات ضره؟ وهذه جملة مما ورد في الآية 38 من سورة الزمر، وهي قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. المشركون يعترفون لله جل وعلا بتوحيد الربوبية، ويعتقدون أن الله تعالى هو الخالق، الخالق لهم ولغيرهم، ولهذا خاطب الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقال: ولئن سألتهم، يعني المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يقول يا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: لو أنك ناقشت المشركين وسألتهم من الذي خلق السماوات ومن الذي خلق الأرض، فإن جوابهم سيقولون: هو الله جل وعلا. إذن إذا سلمتم بهذا، فلماذا تصرفون شيئا من العبادة لغيره؟ فأمره بالسؤال الثاني، وقال له: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. ما دام أنهم سلموا بأن الله تعالى هو الخالق للسماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا يعني أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، اسأل هؤلاء وقل لهم: أفرأيتم ما تدعون من دون الله من الأصنام كاللات والعزى ومنات وغيرها من سائر المعبودات التي تعبد من دون الله. إذا أن الله تعالى أراد أن يصيبني بضر، هل تستطيع هذه المعبودات التي تدعونها من دون الله أن تكشف عني هذا الضر الذي أصابني الله تعالى به؟
هل يكشف عني الضر أحد من الأصنام التي تعبدونها وتستطيع أن تدفع عني ما وقع بي من عسر وشدة وكرب وبلاء؟ والسؤال الثاني، لو أرادني الله تعالى برحمة وعافية وصحة وسعة رزق، هل تستطيع هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله أن تمنع عني هذا الخير الذي أراده الله لي؟ أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب: لا تستطيع. إذن فهذه المعبودات لماذا تعبد من دون الله؟ لماذا تتخذ آلهة مع الله؟ والله تعالى هو المتفرد بالنفع والضر والإحسان وسائر ما يصيب الخلق في هذا الكون، إنما هو بتدبير الله. فالله تعالى هو المتفرد بتصريف وتدبير هذا الكون من السماوات والأراضين وما فيهن وما بينهن. قل حسبي الله أن يكفيني أنني أفرد الله تعالى بالعبادة وهو وحده يكفيني لجلب الخير ودفع الضر، ولا أحتاج إلى غيره، لأن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو جل وعلا على كل شيء قدير، وهو تبارك وتعالى القاهر فوق عباده، وهو جل وعلا الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وغيره ليس له شيء من ذلك. فحسبي الله ويكفيني أنني أخلص لله، والله تعالى يحفظ من توكل عليه وييسر من توكل عليه في أي أمر من الأمور أن يحققه له، فيدفع الضر ويجلب الخير هو وحده. وأما تلكم المعبودات التي اتخذها المشركون آلهة فإنها لا تجلب شيئا من الخير ولا تدفع شيئا من الضر بحال من الأحوال، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله جل وعلا. وكل الأسباب التي جعلها الله تعالى للأشياء هي لا تنتج أثرها إلا إذا أراد الله. فالدواء الذي يكتبه لك الطبيب لعلاج مرض معين مكتوب عليه لعلاج هذا المرض، لكن قد ينتج أثره إذا أراد الله، وإذا لم يرد الله فلا ينتج أثره ولا تستفيد منه. والله تعالى هو الذي خلق الأسباب وخلق المسببات ورتب عليها الأثر أو يتخلف، إنما يكون ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ صنع الله الحنفي رحمه الله في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، قال: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون
أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم يستغاث بهم في الشدائد والبليات، ويوهمهم بكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين أن ذلك منهم كرامات. وقالوا: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء، وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس. وجوزوا لهم الذبائح والنذور، وجعلوا لهم فيها الأجور، وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، وقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، وقوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، ونحوها من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء مما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملك الله وقهره تصرفاً وملكاً وإحياءً وإماتةً وخلقاً. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملك في آيات من كتابه، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله، وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي يكشف الضر، وهو الذي يجلب الخير، وليس صاحب الضريح، وليس الصنم، ولا غيرها، لأن الله تعالى هو الذي بيده تدبير الأمور. وقد ضرب الله تعالى مثلا للذين يدعوهم المشركون من دون الله بأنهم لا يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ إذا أفطرت اليوم انظروا إلى النواة، نواة التمر، تجدون أنها مغلفة بغلاف أبيض، هذا الغلاف المحيط بالنواة داخل التمرة هو القطمير، ما له طعم، وشيء حقير شفاف مثل النايل، مغلفة به النواة. الله تعالى يقول: إن الذين تطلبون منهم أن يكشفوا عنكم الضر أو يجلبوا لكم الخير لا يملكون ولا هذا القطمير
القطمير الذي يحيط بالنواة. وإذا كان ما عندهم هذا القطمير فما الذي عندهم سيكون إذن؟ وهذا كلام الله وخبر وارد عن الله. فالذي يدعى من دون الله سواء كان إنسانا ميتا أو كان حجرا أو تمثالا أو غيرها، كل ما يعبد من دون الله لا يستطيع أن يقدم لك ولا هذا القطمير. إذن ما الذي ينتظر منهم حتى أنهم ينفعوا من وقع في مصيبة أو ادلهمت عليه الأمور أو ضاقت عليه الدنيا؟ كيف يكشفون كربته وينقذوه من ورطته وهم لا يستطيعون أن يملكوا ولا هذا القطمير؟ ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه، أي الذين يدعون من دونه أي من غيره. يقول إن هذه الكلمة عامة يدخل فيها من اعتقدته ينفع من ولي وسيد وشيطان وغيرها من سائر ما يعبد ومن يعبد. فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره؟ الإنسان الميت لا يستطيع أن يكتسب حسنات بعد وفاته إلا بما قدمه في دنياه من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، إلى أن قال: إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم. وقال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وإذا كان سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام إذا مات توقف عن العمل ولا يستطيع أن يدعو لك أو يستغفر لك لأنه توقف عمله عليه الصلاة والسلام. وما جاء في قوله تعالى: ولولا أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاءه إنسان وقال: استغفر لي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له، فيستجاب للنبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاته فإنه توقف هذا عنه. يقول: فجميع ذلك وما هو نحوه دل على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان. فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، يعني لا يستطيع أن يتصرف في ذاته فلا يتصرف في غيره بنفع أو ضر. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ والجواب: الله هو الأعلم وهو المطلع. وقال: أما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني
رحمهم الله ورضي عنهم. وأما قوله فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فالله تعالى يقول من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ومن الذي يكشف السوء إذا وقع ومن الذي جعلكم خلفاء الأرض؟ هل هو هذه الأصنام أو أصحاب الأضرحة أم الله جل وعلا؟ أإله مع الله؟ نقول لا إله إلا الله. فالله تعالى لا إله إلا هو ولا رب سواه. ويقول تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فالذي ينجيكم من الكربات ويرفع عنكم الضر هو الله تعالى، وليس هذه المعبودات التي تعبد من دون الله. فالكاشف للضر هو الله تعالى لا غيره، وهو المتفرد بإجابة المضطرين، وهو المستغاث به في ذلك كله، وهو القادر على دفع الضر، وهو القادر على إيصال الخير، فهو دون غيره المتفرد بذلك. إذا تعين ذلك فغيره لا أثر له، سواء كان نبياً أو ملكاً أو ولياً أو جنياً أو شيطاناً أو غيرها، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يقول وأما كون بعضهم يعتقدون التأثير منهم في قضاء الحاجات كما تفعله العرب في الجاهلية وما يفعله الصوفية في هذا الزمان فينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات العظيمة. فمن اعتقد أن لغير الله تعالى من نبي أو ولي أو روح في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وهذا هو شرك أهل الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق وهو الرازق، ولكن يذهبون إلى أصنامهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأما كونهم يستدلون على أن ذلك منهم كرامات فحاش لله أن يكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان، كما أخبر الرحمن جل وعلا في قوله تعالى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي أو ولي أو غيره على وجه الإمداد منه شرك بالله، إذ لا قادر على دفع الضر غير الله تعالى، ولا خير يأتي الإنسان إلا من عند الله تعالى. يقول والمقصود
أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء. فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال بنا الكتاب، ولكن البصير النبيل يدرك الحق من أول الدليل، ومن قال قولاً بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان. هذه المسائل ونحوها تبين لنا الخطر الشديد الذي يقع فيه كثير من الناس الآن من المعاصرين لنا، الذين يذهبون إلى ضريح الولي فلان وإلى قبر السيد فلان ويطلبون منه الشفاء ويطلبون منه المدد والعافية ويطلبون منه الرزق وإصلاح الحال ونحو ذلك. فهذا هو عمل أبي جهل وعمل أبي لهب سواء بسواء. وقد قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه الآيات العظيمات مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أمته، والخطاب يوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتفهم أمته رسالته، أي ليفهموا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أنه دعاهم لأجل أن يعبدوا الله فقط لا أن يعبدوا معه أحدا من خلقه. فالله تعالى هو المعبود، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا إله واحد هو الله، ومعنى هذا أن عبادة غير الله عمل باطل وعمل فاشل وغير صحيح. يقول ابن جرير رحمه الله في هذه الآية: ولا تدع يا محمد عليه الصلاة والسلام من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا من ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر. فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين. يقول: من المشركين بالله الظالم لنفسه، لأن الشرك هو أعظم الظلم. وقد قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية لها نظائر أخرى كقوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. فهذه الآيات وغيرها في كتاب الله كثير هي بيان أن كل مدعو يكون إلها في نظر الداعي، والإلهية إنما هي حق لله لا يصلح منها شيء لغير الله. ولهذا قال الله جل وعلا: لا إله إلا هو. فالله تعالى لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. فالله تعالى
لا إله غيره ولا رب سواه. ولهذا قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الذي بعث الله تعالى به رسله عليهم الصلاة والسلام من نوح إلى محمد، وأنزل به كتبه، فكل الكتب التي أنزلها الله إنما هي تدعو الناس لأجل هذا المعنى، وهو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والدين هو كل ما يدان الله تعالى به من العبادات الظاهرة والباطنة، فالدين هو الذي يتعبد به، فكل عبادة لا بد أن تكون لله، سواء كانت صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو عمرة أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو صلة رحم أو مساعدة محتاج أو قضاء حوائج الناس أو غير ذلك. وأعظم من هذا الدعاء، فالدعاء هو العبادة، والدعاء لا يكون إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يقول: من صرف من العبادات شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غيرها فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا الله، فمن أين لهم جعلوا هذا شريكا مع الله؟ ما هو المسوغ الذي جعلهم يتخذون هذا مساويا لله وندا لله؟ والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وهذا ليس دليلا على أن هناك أحد يدعو وعنده برهان، بل إن الشأن أن كل من دعي غير الله أو أن كل من دعا غير الله ليس عنده برهان وليس عنده حجة يحتج بها تسوغ له فعله. فكل من يدعو غير الله ليس عنده برهان ولا دليل على هذه الدعوة، وحسابه عند ربه سيحاسبه إنه لا يفلح الكافرون وهذا منهم. فدعوة غير الله كفر وشرك وضلال وإفساد. وكذلك قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، لأن الله تعالى هو المتفرد بالملك وهو المتفرد بالقهر وهو المتفرد بالعطاء والمنع وهو المتفرد بالضر والنفع دون كل ما سواه. فيلزم من ذلك أن يكون الله تعالى هو المدعو وحده وهو المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع، ولا يملك ذلك أحد غير الله تعالى ولا شيئا منه. فالله تعالى هو المستحق للعبادة دون من لا يضر ولا ينفع.
وكذلك قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله تعالى إذا منح الناس خيرا لا أحد يستطيع أن يمنعه عنهم مهما علت سلطته وقوته، ولا يستطيع أن يحول بين الخير ووصوله إلى الناس. وإذا أن الله تعالى أمسك عن الناس شيئا من الخير فلا أحد يستطيع أن يجلبه لهم. والله تعالى هو العزيز وهو القاهر وهو الذي لا يغلب وهو الحكيم في تدبيره وفي تصرفه في منعه وإعطائه. إذن لماذا هذا التغابي؟ لماذا هذا العناد؟ والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا في هذا الزمن يوجد أناس تنطلي عليهم هذه المسائل؟ وبسؤال بطريقة أخرى: لماذا الخرافة لا تزال موجودة في هذا الزمن بينما الإنسان من السهل عليه أن يتعرف على حقائق الأمور ويعرف معنى التوحيد ويعرف معنى العبادة ويعرف من الذي يستحق أن يعبد؟ لماذا يكون لهؤلاء الدجالين والمشعوذين والمخرفين سوق في هذا الزمن؟ لما لا يفتح الناس عقولهم ويستفيدوا من كلام ربهم جل وعلا؟ القرآن موجود في كل منزل وفي كل مسجد عدد كبير من المصاحف، لما لا يقرأها الناس بتدبر وفهم؟ لما تنطلي عليهم هذه الترهات والأباطيل التي يروج لها أهل الخرافة والدجل فيدعون إلى اعتقاد أن صاحب هذا القبر ينفع ويحقق لك المطالب؟ من أين لك؟ ويتركون أبواب الله التي فتحها وقال للناس: ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لما لا يقرأ الناس هذه الآية ويفهمونها؟ لما يذهبون إلى ضريح الولي فلان ويذبحون عنده الخروف أو العجل أو غيره ويعتقدون أنه هو الذي ينقذهم ويشفيهم ويرد عليهم ظلامتهم؟ هذه المسائل ونحوها يجب أن تلغى من أذهان الناس، وأن يعلم الناس توحيد ربهم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى على فعل أهل الجاهلية. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يحيينا على التوحيد والسنة واتباع سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على الإيمان والتوحيد وإخلاص العمل، ونسأله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.